مرة أخرى تنضم إلينا على الهواء دكتورة جيهان جادو، عضو الجالية المصرية بفرنسا. دكتورة جيهان، حدثينا بداية بعد التحية عن المشهد لديك في فرنسا. اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. انا عايزه اقول لحضرتك ان الحقيقه منذ الساعه 9 وبدات يعني المقر، بدا المقر الانتخابي بالسفاره المصريه في باريس فتح ابوابها امام الناخبين، وبالفعل قد يعني توجه ابناء الجاليه المصريه بفرنسا الى صناديق الاقتراع حتى يقومون بهذه العمليه المهمه او العمليه الانتخابيه الهامه والفارقه ايضا في تاريخ مصر، لان الحقيقه هذه الانتخابات هي لحظات فارقه بجد، يعني لان العالم كله بيشهد بيعكس المسار الحضاري اللي دايما بتقوم به مصر وابناء الجاليات المصريه في الخارج في الاستحقاقات الدستوريه المقرره لهم. فعايزه اقول لحضرتك سير العمليه الحمد لله رب العالمين في تسير بشكل جيد جدا حتى الان، مع الاخذ في الاعتبار ان يوم الجمعه هو يوم عمل، فان شاء الله بنتوقع كثافه اكبر واكبر بعد الظهيره، وايضا في غدا وبعد غد ان شاء الله سوف تشهد السفاره المصريه بباريس اعداد هائله من الناخبين للابلاء باصوات. دكتورة جيهان، دور الجاليات المصرية واتحادات ورابطات الجاليات المصرية يعني بفرنسا وأوروبا فيما يتعلق بحث يعني أبنائنا وأهلنا في الخارج للمشاركة السياسية بشكل إيجابي، كلمينا أكثر عن الحملات التوعوية التي قمتم بها، كيف يمكن حث المصريين للإدلاء بأصواتهم في مثل هذا الاستحقاق الدستوري الهام؟ بكل تأكيد يا فندم، أنا عايزة أقول لحضرتك إحنا شغالين على أرض الواقع منذ شهور تستبق هذه الانتخابات. الحقيقة أول مرة يعني الحقيقة يعني كلنا نكون على قلب رجل واحد، الجالية المصرية هنا بفرنسا سواء أو حتى الجاليات الأخرى في الدول المختلفة هم على قلب رجل واحد ويعملون بجد حتى يكون هذا العصر الانتخابي يظهر بمظهر حضاري يليق بمصرنا الحبيبة. لأول مرة نشوف هذه الإيجابية والحس الوطني، طبعا بكل تأكيد في المراسل السابقة كان هناك أيضا حس وطني، لكن هذه المرة مختلفة بعض الشيء، لأن يمكن ما يحاك بالمنطقة العربية من مشكلات يعني جعل كل مصري في الخارج أو أي عامة المصريين بشكل عام حريصين جدا على ان يلتفوا حول الوطن وان يساندوا مصر في كل قضيه. الحقيقه الانتخابات هذه المره تختلف تماما جدا عن اي مره، لان الحقيقه الوضع كان صعب جدا، ما يحدث في فلسطين الحبيبه طبعا اثر علينا بشكل كبير جدا وجعل كل واحد منا يستشعر الخوف على بلده وعلى وطنه، وان الاستقرار السياسي جزء هام جدا جدا من الاستقرار الامني لاي دوله، وطبعا كل دوله قويه بتبان من الاستقرار السياسي بتاعها وان يكون لديها مقدرات في هذه الاونه، وطبعا الحمد لله رب العالمين الايجابيه موجودة والحس الوطني موجود، بالإضافة إلى الفعاليات التي قمنا بها كأبناء جالية والعديد من المنظمات والاتحادات والكيانات المتواجدة على يعني على مدى شهور عدة. قمنا بترتيب العديد من المؤتمرات لتوعية أبناء الجالية، هناك غرفة عمليات مركزية نتابع بها من خلال حملة منسق يعني الحقيقة حملة يعني الحملة حملة مواطن. فعايزة أقول لحضرتك إن الموضوع مش بس مجرد انتخابات بقدر ما هو تواصل مع أبناء البلد، رد الصعوبات التي تواجه أي ناخب سواء برد على الاستفسارات سواء ب يعني التوعية سواء أيضا بالمؤتمرات الداعمة وحتى على المشاركة في هذه الانتخابات. الحمد لله رب العالمين نحن نتعامل بأريحية شديدة في هذه المرة، وإن شاء الله سوف تشهد السفارات يعني كثافة كبيرة بأمر الله. طب أنا عايز أعرف من حضرتك دكتورة جيهان رحلة الناخب يعني وصولا إلى مقر السفارة مرورا بصندوق الاقتراع والإدلاء بالصوت، يعني عايز حضرتك تكلمينا عن الإجراءات أو المراحل اللي يمر بيها الناخب وهو يعني يتوجه إلى صندوق الاقتراع.
الحقيقه السفاره المصريه بباريس ويعني طبعا تحت قياده المعالي السفير علاء يوسف يعني قامت بدور هام جدا بالاضافه للقنصليه المصريه هنا بباريس. يمكن على يعني هي الحقيقه هناك يعني ورشه عمل يعني ليلا ونهارا على تذليل اي صعوبات يمر بها اي ناخب. طبعا كل الناخبين بيتوجهوا الى مقر السفاره المصريه بباريس لاضلاء باصواتهم. هناك طبعا عايزه اقول لحضرتك ان الطقس بارد للغايه، بالرغم من ذلك لم يمنع ابدا الناخبين عن التواجد باكرا في هذا اليوم حتى الادلاء بالاصوات. السفاره خصصت يعني عايزه اقول لحضرتك زي مخيمات حتى تحمي من الطقس او من بروده الطقس او من المطر، والعمليه الانتخابيه تسير بشكل يعني بمنتهى السهوله الحقيقه امام اي ناخب بيقوم طبعا يعني بكامل الاحترام، وابناء السفاره المصريه تستقبل الناخبين في كامل الاحترام وحتى يذلوا امامهم اي وقت. والموضوع عايزه اقول لحضرتك ان هو بيمر في نطاقه الطبيعي والسليم، فما فيش اي عوائق لحد الان تم رصدها الحمد لله. كل الاجراءات ميسره امام اي ناخب، واحنا بدورنا موجودين لو في اي عوائق يعني بيواجهها اي ناخب احنا بنرد عليها وبنحاول نذللها ان شاء الله. تمام. دكتورة جيهان جادو عضو الجالية المصرية بفرنسا، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.